بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ومحمد مجدي حارس مرمى الداخليه حصل على جائزه رجل مباراه فريقه امام الزمالك اللي انتهت بخساره الداخليه، خصوصا ان محمد مجدي حرم فريق الزمالك من تسجيل عده اهداف مؤكده. ومجلس إدارة نادي الزمالك استقبل عبد الرحمن مصطفى كامل أحد أبطال الاحتفالية الخمسة لقادرون باختلاف لمنحه العضوية العاملة لنادي الزمالك، وده بعد ما أعرب عن أمنيته بالحصول على عضوية نادي الزمالك في الاحتفالية اللي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونادي الإسماعيلي تعاقد مع البنيني روماريك أوموسو لمدة 4 مواسم ونصف بعد اجتياز اللاعب الاختبار الفني تحت إشراف إيهاب جلال وقطاع الكرة. النادي الأهلي استقبل في مقره بالجزيرة هيرسي السعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني والوفد المرافق له، واللي حرصوا على زيارة النادي لبحث سبل التعاون مع الأهلي في مختلف المجالات. وهيلتقي النهاردة الأهلي مع يانج أفريكانز الساعة 6 مساء باستاد القاهرة، وده في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. والاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن تعاقده مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لقيادة منتخب الجزائر خلفا للمدرب السابق جمال بالماضي اللي أقيل من منصبه بعد الخروج من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج أعلنت بشكل رسمي عن المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في البريمير ليج عن شهر فبراير، وبينافس المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نظيريه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وإيريك تين هاج المدرب الفني لفريق مانشستر يونايتد. كمان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت بشكل رسمي عن أسماء اللاعبة المرشحين لمنافسة جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج عن شهر فبراير، وبينافس فيل فودن لاعب مانشستر سيتي على الجائزة، وهايلاند نجم مانشستر يونايتد، وبوكايو ساكا نجم أرسنال، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا.